بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإيمانا ويقينا برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف يعرض الإسلام على الصبي. يعني الآن الإمام البخاري رحمه الله تعالى يبين في هذا الباب الهيئة والحالة التي يعرض فيها الإسلام على الصبي مما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما دام في إثبات عرض الإسلام على الصبي، إذن الصبي من يعرض عليه الإسلام، يعني كأنه يثبت ضمن هذا السؤال كيف يعرض الإسلام على الصبي، وما قال هل يعرض الإسلام على الصبي، وأراد أن يبين الكيفية. إذن الحكم ثابت أن الإسلام يعرض على الصبي، وأن الصبي إذا عرض عليه الإسلام فأسلم يقبل إسلامه، يعني يستقل بهذا الحكم ولا يكون تابعا لأبويه، يكون تابع لأبوه بالعكس. لو كان الأب أسلم فالصبي يتبع أحد أبائه في الإسلام، يصبح مسلما حكما يعني. تمام. وهذا سيأتي معنا في باب الغنائم، إذا كان مثل المسلمون دخلوا دار الحرب وكان هناك صغار وكان قد أسلم بعض أهل الحرب، هل يكون هؤلاء الأولاد الصغار تابعون لهم أو غير تابعين لآبائهم؟ سيأتي معنا المسألة إن شاء الله تعالى. فإذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى ترجم بهذه الترجمة وأتى بهذا الباب ليدل على أن الصبي يعرض عليه الإسلام، وأنه إذا أسلم فهو يقبل منه. إلا أنه كيف نحن نعرض الإسلام على الصبي؟ أن نقول قل لا إله إلا الله، أو مثلا ورد في السنة أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أني رسول الله، قال نعم، في رواية قال قل لا إله إلا الله، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فنظر الصبي إلى أبيه فقال أطع أبا القاسم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. تمام. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أخبره أن عمر انطلق في رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ابن صياد. ذكرنا أكثر مرة شأن ابن صياد، هنا ابن صياد هو صبي من اليهود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد خشي من أمره، وذلك أنه كان يظن أنه الدجال، لأنه ورد أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصف الدجال بأنه ممسوحة عينه إحدى عينيه وأن الأخرى نافية، فولد صبي من اليهود على هذه الهيئة، ممسوح العين، عينه الأخرى نافية ظاهرة يعني جاحظة. والنبي صلى الله عليه وسلم ظنه الدجال، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وصف أبويه، فهو في بعض الروايات أنهم ذهبوا إلى أبويه فوجدوا صفة أبويه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستكشف أمر هذا الصبي، هو الدجال ليس الدجال، ما هو كاهن هو. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج يتعرض لهم حتى وجدوه يلعب مع الغلمان عند أطم بني مغالة. طبعا بني مغالة هم بطن من الأنصار، يعني هو عبارة عن يعني قوم من الأنصار يدعون بني مغالة. فوجدهم عند مرتفع من المرتفعات لبني مغالة، نعم، فوجدوه يلعب مع الغلمان عند المرتفعات يعني الآطان، مرتفعات يعني المرتفع من الشيء يسمى أطم. الحصون ما أدري إذا كان الحصون يسمى أطم، ما أعرف يعني. أظن يعني آطان الحصون بين اليهود مثلا، لكن ينبغي أن يكون مرتفعا يعني لكل قبيلة مثلا قلعة حصن. لا تهتموا آطان المدينة لما زينته
والله أنا نسيتها، أظن كنت أظن أن الأطول هي المرتفعات يعني، فإذا كان مرتفع يعني ومصور ما يدخل يعني. هل القطن هو مرتفع ومصور أم مرتفع فقط يعني؟ قال عند أطمي الأطم هو البناء المرتفع، وأطام المدينة أبنيتها المرتفعة. بناء مرتفع. وقد قارب يومئذ ابن صياد يحتلم، يعني لم يكن بالغا بعد. وهذه مناسبة الترجمة التي ترجم بها الإمام البخاري أنه كان صبيا فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ظهره بيده، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين، يعني اليهود كانوا يقولون أنه رسول عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يقول الرسول إلى العرب الأميين يعني إلى العرب، وليس رسولا إلى اليهود. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسله. أنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أنت كذاب أنت لست رسولا، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه من حوله إلى شأنه، يعني لا يجزي مباشرة يقطع عليه الأمر يعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى؟ يعني ما الذي يخيل إليك؟ ما الذي تشاهده؟ ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. يعني ابن صياد هل هو كان مثلا يأتيه شيء من أمر الكهان؟ يعني هو يعني من الجن مثلا، من الجن مثلا يأتيه أحد الجن وهو يعني يخبره بشيء، يخبره أحيانا كاذبا وصادقا. نعم يعني قال يأتيني صادق وكاذب. ماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: خلط أو يعني خلط عليك الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئة. قال ابن صياد هو الدخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت أنت تعلم الغيب مثلا، أو تعلم ما هو مخبأ وليس بظاهر، فاعرف ما خبأت لك. هل خبأ قال له النبي صلى الله عليه وسلم شيء في يده، كان شيء مكتوب مثلا أو مره في نفسه؟ الله أعلم. لكن مهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خبأ له قول الله تعالى: يوم تأتي السماء بدخان مبين، قول الله تعالى كما ورد في بعض الروايات. في بعض الروايات تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم خبأ له كلمة الدخان. لماذا خبأ له كلمة الدخان؟ قال: لأن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يقتل الدجال عند جبل يسمى جبل الدخان، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان الدجال هو يعرف أن هذا المعنى يكون له ارتباط يعني. فقال: هو الدخ. ما استطاع أن يكمل الكلمة. هل هو ما استطاع أن يكمل الكلمة؟ أو مثلا إذا كان هو كالكهان يلقي إليه الشيطان مثلا بكلمة فألقى له جزء الكلمة وما استطاع مثلا أن يعطيه الكلمة كاملة؟ أيضا الله أعلم. حتى من الجن يخبرونه بعض الكلمة. نعم، لكن لو كان طالع، لو كان هو من الأمر يعني هو مرتبط مع الجن. نعم. الشيطان لا يطلع على ما في النفس. الشيطان لا يطلع على ما في نفس الإنسان. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم أضمر في نفسه
كيف اطلع الشيطان على ما في نفس النبي صلى الله عليه وسلم؟ يمكن أن يجاب أنه هذا يعني ما أنه من علم الغيب قد يكون من باب استراق السمع، أنه هذا ما يعني ذكر مثلا في السماء وأن يعني ما هذا، فيمكن أن يكون قد استراق ولكن أخذ جزء من الكلمة، كما أنه الشياطين هكذا عندما يصعدون لاستراق السمع يأتي الشهب فيحرقهم، ربما مثلا يخطف كلمة، ربما جزء من كلمة، فقال هو الدخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ، اخسأ يعني اسكت صاغرا ذليلا لن تعدو قدرك، يعني أنت مثل هؤلاء الكهان يعني في صدق وفي كذب، يعني الأمر ليس مستقيما يعني. قال عمر يا رسول الله إذن لي فيه أضرب عنقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكنه، يعني إن يكن هو أو إن يكن إياه، هذا في اللغة العربية يعني أنه هل يمكن الاتيان بالضمير المنفصل ويجعل متصل مع كان وأخواتها، واستدلوا بهذا الحديث إن يكنه، يعني الأصل أنه مهما أمكن الاتيان بالضمير يعني الضمير النصب دائما يكون منفصلا لا يكون متصلا، هنا كيف جاء؟ جاء متصلا، وفادي على لغة جائز يعني في اللغة العربية إن يكنه، إن يكنه يعني إن يكن هو الدجال، إن يكن ابن الصياد الدجال فلن تسلط عليه، لأن هذا أمر قتله إلى سيدنا عيسى بن مريم، وإن لم يكنه إذا ما كان الدجال فلا خير لك في قتله، يعني هو يعني أولا صبي يعني غير مستحق للقتل، وأيضا هو من أهل الذمة بعد أسلم، نعم، لكن اختفى بعد ذلك. اختفى نفسه يعني اختفى. قال ثم لم يعد يعرفه أحد، ما عاد سنة يعني عرف وجهه جهته ومكانه. يعني عندما صاحب ابن صياد سيدنا أبو سعيد الخدري إلى مكة قاله ويتكلم أنه كيف الناس ينظرون إلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كافر وأنا مسلم، وقال لا يدخل مكة والمدينة وأنا ولد في المدينة وأنا ذاهب إلى مكة، لكن كان أمره مشتبها، مع ذلك أمره كان في مشكلة يعني، فسيدنا أبو سعيد كان هو يتخوف منه أصلا يعني. قال ابن عمر انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب يأتيان النخل الذي فيه ابن صياد، حتى إذا دخل النخل طفق النبي صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل وهو يختل ابن صياد أن يسمع ابن صياد شيئا. قال قبل أن يراه هو ابن صياد مضطجعا على فراشه في قطيفة له فيها رمزة، مر معنا هذا الكلام من قبل، كيف النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يأتي إلى ابن صياد في حين غفلته حتى لعله يسمع منه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا غير أن يشعر به ابن صياد حتى يتوضح أمره تماما. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه ونبهته أمه، وكان له كلام مختلط، رمرمة ورد في رواية الماضية، الآن هو رمزة، يعني كلام غير مفهوم غير واضح. فرأت أم ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد أي صافي، وهو اسمه، فثار ابن صياد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بين. وقال سالم قال ابن عمر ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال إني أنذركموه، وما من نبي إلا قد أنذره قومه لقد أنذر نوح قومه، ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور.
سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بين صفة الدجال، أما الأنبياء من قبل فقد كانوا يعني نحذركم الدجال، نذيركم الدجال، لكن ما بينوا فيه صفة. أما النبي صلى الله عليه وسلم جلى صفته كاملة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفة الدجال، سيأتي معنا في باب أشراف الساعة وأخبار الفتن في كتاب البخاري إن شاء الله باب ذكر الدجال كاملا والأوصاف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال. ينذرون الدجال. نعم، لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أعظم فتنة يعني منذ خلق الله الأرض هي فتنة الدجال. ما في أعظم فتنة الدجال منذ خلق الله الأرض إلى يوم القيامة، ما في فتنة أعظم فتنة الدجال. نحن نظن أن الأمر سهل يعني نظن فتنة يعني عادية أو كذا، لكن فتنة عظيمة جدا. لذلك الأنبياء كلهم عليه الصلاة والسلام حذروا منه، بما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء فلا بد أن يكون خروجه في أمته. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن خرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. الله خليفتي على كل مسلم، يعني كل مسلم الله سبحانه وتعالى يعني كان يعني أنا يعني في وط أمره إلى الله عز وجل أو في حماية الله عز وجل، يعني في كان في الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى خليفة رسول الله. ليس ولا ليس هذا على يأخذ ظاهر الألفاظ مشكلة يعني. قل أنا يعني خليفة بمعنى يعني أنا هم في يعني كنف الله في حفظ الله في هذا يعني. طيب أهل الإسلام للأطفال أو للصبي إذا كان من اليهود مثلا أو النصارى مثلا، يوجد في تركيا بعض الناس ليس عنده تدين، يقول أنا علماني، هل يجب علينا أن نرضى الصبي الإسلام؟ طبعا يعني نحن كما نعرض عليهم الإسلام نعرض على الصبي الإسلام، يعني نعرض عليهم وعلى أولادهم، لكن لو أسلم هؤلاء فأولادهم يدخلون تبعا. لكن هذا يعني ينبغي أن ينظر أولا في أمره، يعني ما هو، هل كان مسلم ثم ارتد؟ لا، يعني في الحقيقة في مجتمع التركي أنه يولد على جو الإسلام، يعني كان أبوه مسلمين ولكن قد يكون هو ارتد بعد ذلك. يعني إذا كان أبوه مسلم فهو مسلم، ولكن بعد ذلك إذا أنكره مرتد صار مستحق يعرض عليه الإسلام، فإن أسلم وإلا قتل بسبب الرد يعني. عن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اليهود أسلموا تسلموا، قاله المقبوري عن أبي هريرة، يعني يعرض الإسلام على اليهود أيضا، وعرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام عليهم، لكن يقال العلماء كيف يعرض الإسلام على اليهود والنصارى وغيرهم؟ يعني هل فقط يقول لا إله إلا الله، أم يعني أم إذا قال أنا مسلم مثلا، قلنا أسلم تسلم، فقال أنا مسلم، هل يقبل من اليهود هذا الكلام أم لا يقبل من اليهود والنصارى؟ قال لا يقبل من اليهود والنصارى هذا، حتى قالوا لا يقبل منهم أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله.
قال لأنه قد يقول يعني كما مر معنا، قال أشهد أنك رسول الأميين، يعني قد يقول هو رسول الله ولكن ليس اليهود، هو رسول الله العرب يعني، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يبرأ مما يعتقده أيضا، براءة يبرأ من معتقدات دينه، ويشهد أن يعني عيسى ابن مريم كلمة الله وروح، وألقى إلى مريم وروح منه، فلازم من البراءة أيضا. أو يقول إنه رسول الله إلى الناس جميعا، أي كثير هم الذين يدعون إلى طريق النار. بعض العلماء يقولون يكفي لا إله إلا الله، أنت وضعت الشرط الثالث التبريع، لا إله إلا الله محمد رسول الله التبريع. طبعا لأنه اليهود عندهم هذه، يقول إنه رسول الأميين ليس رسول، يقول أنا أشهد أنك رسول الأميين، النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل منه، يعني ما اعتبر مسلم بهذا الكلام. هل يعتبر المسلم لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى العرب؟ أو لابد أن يشهد أن رسول الله هو للناس كافة. قال محمد بن الحزم رحمه الله: وأما اليهود والنصارى الذين بين ظهراني المسلمين عندنا، فمن قال منهم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه لا يكون بهذا مسلما، لأنهم جميعا يقولون هذا عندنا في بلدهم، ليس من نصراني ولا يهودي نسأله إلا قال ذلك. فإذا فسر قوله قال رسول الله إليكم، إذا تفسر رسول الله إليكم، قال وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول لا يكون هذا منهم إسلاما حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقروا بما جاء به من عند الله. فإن كان نصرانيا قال وأبرأ من النصارى النصرانية، وإن كان يهوديا قال وأبرأ من اليهودية، فإذا قال هذا كان مسلما. هذا مختصر الطحاوي الجصاص. أو أبرأ من معتقدي يعني، الاعتقاد معتقداتي. لأن أسلم تسلم، أسلم إذا أسلمت تسلم في الدنيا والآخرة، تسلم في الدنيا من القتل وتسلم من الجزية، وتسلم في الآخرة من عذاب الله تعالى. أسلم تسلم. باب: إذا أسلم قوم في داء الحرب ولهم مال وأراضون فهي لهم. باب: إذا أسلم قوم في دار الحرب، يعني عندنا دار دارين، دار حرب
ودار الإسلام، أليس كذلك؟ ما هي دار الحرب وما هي دار الإسلام؟ دائما نقول دار الحرب، ما هي دار الحرب؟ ما كان في هذه الأرض من المسلمين ولا كانت. لا، تفسير دار الحرب. يعني الآن نحن الآن العالم أين هو دار الحرب؟ يعني أظن بها أقوال العلماء كثيرة. الحنفية ما اختار، ما الذي اختاره الحنفية من دار الحرب؟ يعني الحنفية ماذا قالوا في دار الحرب؟ من لم يتحكم فيها حكم الله فهو دار الحرب. عندنا نحن بالنسبة لمذهبنا في قولين، قول الإمام وقول الصاحبين. هل الذي تذكره هذا قول الصاحبين؟ هذا قول الصاحبين، الأرض التي لا يحكم فيها بحكم الإسلام أو كان حكم الكفار فيها غالب هذه دار الحرب. أبو حنيفة يقول لا، لا تكون الدار دار إسلام، وبعكس تكون دار الحرب إلا بثلاثة أشياء. أول شيء يكون الحكم للكفار، وألا يكون المسلم آمنا بأمانه الأول، وأن تكون دارهم متاخمة لدار الكفر، يعني حدود. وبعكسها تكون دار إسلام. فإذا الآن مثلا إذا كان الحكم الظاهر للإسلام فهذه دار الإسلام، فأدار المسألة على الحكم. وأين الديار التي يحكم يوم فيها بالإسلام؟ نعم. فإذا كان قوم في دار الحرب وأسلم، هل إسلامهم يكون فيه حماية لأموالهم وأراضيهم وأولادهم وكل ما يملكون ولعبيدهم أم لا؟ هذه مسألة مختلفة بين العلماء. فنبدأ بمذهبنا، أو نبدأ بمذهب الإمام البخاري رحمه الله تعالى وما رآه. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى ماذا يرى؟ أنه إذا أسلم قوم في دار الحرب فهم يملكون كل شيء، يعني يحرزون بإسلامهم كل ما يملكون، تمام؟ يعني إسلامهم جعل أموالهم في حرز وحماية وحفظ لا يقربها أحد من المسلمين، ولو لم يخرج من دار الحرب، ولو كان هو في دار ما يزال في دار الحرب، فإسلامه يعصم ماله كاملا. وهذا ما ذهب إليه أيضا الجمهور، جمهور العلماء، إلى أنهم يحرزون كل شيء، إسلامه يحرزون كل شيء. أما المذهب الحنفية فعندنا مذهب الإمام ومذهب الصاحبين. المذهب الصاحبين مثل مذهب الجمهور، مثل مذهب الإمام البخاري، أن من أسلم في دار الحرب فقد أحرز ماله كله، من مال ذهب وفضة، من أرض، عقار، عبيد، أولاد، كلهم يحرزون بالإسلام. طبعا أولاد الصغار يعني، ثم أولاد الكبار فهؤلاء مستقلون بأنفسهم، يعني لا يجرى عليهم حكم آبائهم. حجة الإمام أبو حنيفة رحمه الله، مذهب الإمام أبو حنيفة عفوا، مذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول إذا أسلم إنسان في دار الحرب أحرز كل ماله من ملك إلا الأرض والعقار. لماذا الأرض والعقار لا يثبت فيها الإحراز؟ قال لأن اليد لا تثبت عليها حقيقة، لا تثبت عليها حقيقة، وما دام اليد لا تثبت عليها حقيقة فإذا هي ما تزال دار حرب وأرض حرب، والمسلمون أمكن أن يستولوا عليها. أما تلك يحرزها هو محرز عنده في يده. فإذا قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى كل شيء إلا الأرض يحرز، كل شيء إلا الأرض. فمذهب الإمام البخاري يذكر مذهب الجمهور إلى أن الأرض والعقار يحرزان أيضا بالإسلام، يحفظ ما يعني لا يكون فيئة للمسلمين، لا يكون غنيمة. حدثنا محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد أنه قال قلت يا رسول الله أين تنزل غدا؟ عندما كان
حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين تزل؟ في مكة يعني. قال: وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ لأن عقيل ماذا فعل؟ باع كل شيء. عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم استولى على كل شيء وباعه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت لهم الملك، ودل على أنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم من ملك. ثم قال: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة لمحصب حيث قاسمت قريش على الكفر. معروف الآن مسجد الخيف معروف يعني في منى، فهناك نزل النبي صلى الله عليه وسلم عند المحصب، وذلك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم ألا يبايعوهم ولا يؤوهم، قال الزهري: والخيف الوادي. حتى نزل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالمحصب، وقالوا من السنة التحصيب، تحصيب النزول في هذا الوادي الذي نزل فيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في جانب في يعني في طرف منى يعني. إذن أين الشاهد هنا؟ أنه عقيل هو حاز كل شيء، فلما أسلم أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ما في يده، ما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم منه، فإذا دل على إحرازه، هو ما دام أسلم وهو تحت يده خلاص. واضح؟ حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل مولا له يدعى هنية. طبعا مختلف في صحبته، إنه هني يعني كان صاحب يعني أدرك صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدرك، مختلف في صحبته يعني، يقال له إدراك يعني. استعمل مولا له يدعى هنيا على الحمى. الحمى فسرنا أكثر مرة، الحمى أرض تكون ليست مملوكة لأحد خارج البلاد، خارج المدينة مثلا، أرض مشاع ما ليست مملوكة ولا يعرف لها ملك قديم ولا حديث ولا متروكة. فالإمام ماذا يفعل؟ يحد حدودا أن هذه لبيت مال المسلمين، أن هذه لبيت مال المسلمين. طبعا كان هذا الحمى معروف في الجاهلية قبل الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن لكل ملك حمى يحمي، كما مثلا الآن الملوك والرؤساء عندما يبني قصرا يحمي مسافة واسعة ما أحد يقرب من هذا، هذا خاص للملك، هذا خاص للرئيس مثلا، ما أحد يقرب منه. هذا عندنا طبعا، عندكم ما أظن هذا الشيء يعني، نحن عندنا يحمون جبالا بأكملها، ممنوع أحد يقترب. طبعا يعني عندنا قصر الشعب هذا جبال وحول مكان واسع كبير جدا يعني، هذا القصر ما أحد يقرب منه أبدا، مسوج ومحي وهناك جنود وحرس، وهذا حمى يعني يحمي. فسيدنا عمر رضي الله عنه حمى لا لنفسه، حمى لبيت مال المسلمين، حمى ل يعني دواب المسلمين ولأنعام المسلمين أجل أن ترعى فيها، فجعل الحمى، وجعل على هذا الحمى حارسا للحمى وناظرا في أمره وشأنه هنيا. طبعا هو ذا أمانة وذا يعني، ذاك سيدنا عمر يعتمد عليه كان. فقال: يا هني أضمم جناحك عن المسلمين، يعني اتقي ظلمهم وراعيهم بالشفقة والرحمة، معنى كن لين الجانب في التعامل معهم. أضمم جناحك عن المسلمين، معنى ارفع ظلمك عنهم وتعامل معهم باللين واللطف والرحمة والشفقة، واتقي دعوة المظلوم، يعني ابتعد عنها ولا تظلم أحدا فيدعو عليك، فإن دعوة المظلوم مستجابة، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول لدعوة المظلوم: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين، يعني أستجيب هذا الدعاء ولو بعد فترة. فالمظلوم لا يعني لا يحزن، والظالم لن يأمن، لأن عاقبة السوء ستحل به. وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة
وإياي ونعم بن عوف ونعم بن عفان. أدخل رب الصريمة، صريمة يعني صاحب الإبل القليلة، يعني حوالي 30 من الإبل مثلا، 30 من الإبل كذا، 20، هذا صريمة قطع، يعني قطعة من الإبل يعني. ورب الغنيمة من له غنمات قليلة يعني، أدخلهم في هذا الحمى، يعني إذا أرادوا أن يرعوا آبالهم أو يرعوا أغنامهم في هذه الأرض أدخلهم، لا تمنعهم من الدخول للرعي فيها. وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة وإياي ونعم بن عوف ونعم بن عفان، هذه كبيرة كثيرة. إذا تدخل إلى هذا ماذا يبقى للمسلمين؟ لا تدخل، يعني هذا أنعامهم كثيرة وكبيرة، تفسد الأمر على المسلمين يعني. وإياي ونعم بن عوف ونعم بن عفان، عندهم من أغنياء المسلمين، لأن هؤلاء أغنياء المسلمين. أما أولئك رب الصريم رب الغنيمة هنا يعني قد يكون من الفقراء يعني. فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعا إلى نخل وزرع. إذا هلكت ماشية ابن عوف وابن عفان، عندهم أراضي، عندهم مزارع، عندهم نخل. وإن رب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتني ببنيه فيقول يا أمير المؤمنين، يعني أنا صرت فقير وأنا كذا، أفتاركهم، يعني أفأتركهم؟ لا أبا لك، أفتاركهم أنا لا أبا لك، يعني هل يمكن أنا أتركهم غير أن أعولهم، غير أن أنفق عليهم؟ هؤلاء إذا هلكت آبالهم وأغنامهم سيرجعون إلي ليعطيهم من بيت المال، فإذا هذا ماذا يكون فيه تبعات وتحميل على بيت المال. أما ابن عوف ابن عفان ما أنا يعني ما في مشكلة، هم يذهبان إلى أموالهم، هؤلاء لا أموال لهم، سيرجعون إلي يطلبون مني من بيت المال. فالماء والكلى أيسر علي من الذهب والورق، يعني إذا ذهبوا ورعوا في الحمى في العشب وشربوا من ماء الحمى أيسر من أن تهلك ماشيتهما من غير ما في لا كلاء ولا في ماء، ثم يأتون يطلبون من بيت المال. ويم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم، إنها لبلادهم، فقاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام. يعني هذه الحمى هي لأهل هؤلاء لرب الصريمة ورب الغنيمة، لأن هؤلاء رب الصريمة ورب الغنيمة هم من أهل البادية، والبادية كانت لهم، قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، لكن لم تكن مملوكة لهم، إنما كانت هي مباحة يرعون فيها، فهي بلادهم، كيف أنا أمنعهم منها؟ أما ابن عوف وابن عفان هم من المهاجرين، أنا ما يمكن أن أمنع هؤلاء من هذه الأرض. والذي نفسي بيده، لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حملت عليهم من بلادهم شبرا، يعني لولا مال بيت المال بحاجة إلى مكان يرعى فيه ويحفظ فيه، أنا ما حميت أرض، تركت الأرض لهم، ما أخذ أي شيء لبيت المال، ما أحمي شيئا من الأرض لبيت المال، كنت تركت بيت هذه الأرض كلها مباحة لهم. إذن قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، ما دام أسلم عليها فإذا هي له. لا لا لا، شخص جنس يعني اسم، من كان عنده قليل قليل يعني يدخلها. نعم،
شكرا سيدي، بارك الله فيكم، رضي الله عنكم. أفتاركهم أنا؟ أفتاركهم أنا؟ أنا لا أبا لك. لا أبا لك، هذه كلمة لا يرد بها لفظها. يعني ليس فيها دعاء عليه. ليس، هذه كلمة هكذا تجرى على ألسنة العرب يعني. هو الدعاء يعني أصلها الدعاء يعني، لكن يعني كلمات تجرى على اللسان لا يراد بها لفظها ولا معناها. نعم، تربت يمينك، تربت يداك، حلقة عقرة، يعني معنى دعاء بالهلاك يعني، يعني التي أو دعاء بالمصائب يعني، التي أصيبت مصيبة تحلق كانت يعني. إيه لا يراد به حقيقتها. أحيانا يقول الأم للولد يعني مثل الكلمة التي الله جنن عاصم. جنن؟ الله جنن عاصم. يعني أماتك الله. أوه. تروح على الجنة. أخذ الله روحك. قبض روحه. ومع ذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تدعوا على أنفسكم ولا أولادكم أن توافقوا ساعة فيستجاب لكم. فلكن يعني وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أيما دعاء دعوت على أمتي فاجعله عليهم رحمة. يعني إذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء اللهم اجعل عليه رحمة. حديث في صحيح مسلم. نعم، ولكن ذاك في الأيمان يعني. يعني بنفس الباب يعني، لكن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب يعني. قالوا ضربت عنقك، ما له ضربت عنقه؟ قال يا رسول الله في سبيل الله. مع أنه غير مراد بها لفظها، لكن خشي أن تكون يعني قال في سبيل الله، قال فقتل في سبيل الله. لذلك قال اللهم اجعلها عليهم رحمة، إذا دعوت أنا على كذا في حال غضب في كذا اجعل هذا الدعاء للأمة رحمة ما تجعلهم عليه عذابا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. عن باب كتابة الإمام الناس، يعني الإحصاء بمعنى انه يكتب انه كم مثلا في هذا الجيش موجود مثلا من المسلمين، او كم هم عدد المسلمين، مشروعية الكتابة يعني. هذا في عند الجهاد او في عند الجهاد او عند في اي وقت يعني، مشروعية الاحصاء. نحن الان في كل دولة في احصاءات، كم صار عدد الدولة وكذا، ما بعرف انت كم كل كم سنه عندكم يحصون الناس هنا؟ كل 5 سنوات، ما اذكر والله كل كم. يعني باب مشروعيه كتابه الناس، وان هذا لا يذهب بالبركه كما قال لا تحصي فيحصي، لا تحصي فيحصي الله عليك مثل الصدقة ومثل كذا. لا، هذا أمر ضبط، هذا ما فيه مشكلة. وكان يذهب بالبركة ويذهب بالناس، كان حكامنا كل سنة أحصونا مرتين. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس، فكتبنا له 1500 رجل، فقلنا نخاف ونحن 1500، فلقد رأيتنا ابتلينا حتى إن الرجل ليصلي وحده وهو خائف. من القائل؟ حذيفة. لقد ابتلينا. متى ابتلوا؟ قيل فيها، لكن سيدنا حذيفة ما وصل إلى الحرة، في عهد سيدنا عثمان.
الله أكبر، سبحان الله. حدثنا عبدان قال عن أبي حمزة على أمش فوجدناه 500، قال أبو معاوية ما بين 600 إلى 700. كيف هذا؟ يعني في روايتين صار عندنا، رواية أنه 1500، في رواية 500، في رواية بين 600 إلى 700، فأي الروايات أرجح؟ طيب ما جزم به البخاري أولا هو أرجح. كيف؟ 1500. فهذا الذي جزم به البخاري هو الصحيح. بعض العلماء يقول يجمع بين هذه الروايات، يقول يعني هو جمع على كيف، على يعني على دفعات، أحصي على دفعات، فأول دفعة كانت 500 مثلا، كان دفعة الثانية 600 وكان مثلا أو 700، دفعة الثالثة تكملة 1500، والله أعلم. لكن يقولون هذا الحديث مداره على الأعمش، ما دام مداره على رجل إذن أصله حديث واحد، فلذلك يقول إنه ترجيح الإمام البخاري يشير إن الحديث، إن الحديث أصله واحد ليس متعددا، فبالتالي جزمه هو الأصح، يعني إنه كانوا 1500 يعني. لأن هون ما في إيضاح أين كانوا، يعني في أي وقت هذا، هل عند حفر الخندق أم يوم الحديبية بعد الهجرة؟ طبعا بعد الهجرة، أكيد بعد الهجرة. بعضهم يقول لا في الخندق، بعضهم يقول في الحديبية، تاني إلى يوم الحديبية ما يزال أمر الإسلام ضعيفا، يعني ما كان المسلمين كثر يعني. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي عبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني كتبت في غزوة كذا وكذا، في رواية كتبت، وهيك مرت معنا الرواية الأخرى إني اكتتبت، يعني كتبت اسمي يعني، وكانوا يكتبون المقاتلة من يذهب إلى القتال من كذا، أجل أن يعرفوا يعني كيف عدد السرية، من هم خرج، من خرج من لم يخرج، حتى يكون أيضا الأمير عنده علم بالمقاتلين الذين يكونون معه، فالكتابة تحصي أمر الناس يعني، أجل أن لا يعني يكون أمر الناس مجتمع يعني. فقال إني كتبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي حاجة ستخرج إلى الحج، قال ارجع فحج مع امرأتك، ارجع فحج. وين الناس اليوم عن هذا الحديث؟ قل لي الشيخ محمد. يعني هو يذهب إلى، يريد أن يذهب إلى الغزو، ومع ذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اترك الغزو واذهب حج مع امرأتك، لا تدعها تذهب لوحدها. إذن دال على أنهم كانوا يكتبون أسماء الذين يخرجون للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. باب إن الله لا كتب قبل الجهاد طبعا، نعم نعم، فهو كتب نفسه اسمه مع المجاهدين، لكن قال يا رسول امرأتي تريد أن تذهب إلى الحج وأنا كتبت أنفسي مع الخارجين في الجهاد في غزوة كذا وكذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اترك هذا والحق بذاك. الحمد لله في مذهب الشافعية سعى في هذه المسألة، مسألة الحج يعني، في مسألة النساء الثقات يعني، في سعى لهذه للحج في، لكن هذا الحج الفريضة يعني، ليس حج النافلة. العمرة ممكن يعني على قول من يقول على قول من يقول بالفرض يعني، هي فرض مستقل يعني. يعني بعض ما يقول هي فرض يعني، الحج والعمرة فرض يعني، يعني العمرة كالحج فرض،
فإذا هي فرض فإذا استطاع إنسان يذهب إلى العمرة يذهب يعتمر على قول من يقول إنها فرض. مرة واحدة. طبعا مرة واحدة في العمر. أما حج النافلة وحج العمرة النافلة فأظن خارج عن مذهبهم يعني. طائرة. طائرة وفيها جماعة من النساء. أنا قلت لهم أحد الأخوة سألني قريبا يعني هنا بالوقف يعني قلت له لتتعرف يعني الآن مثلا نحن عندما نخرج الحج في مجموعات قلت لي تتعرف على المجموعة هي تتعرف هذه المرأة على المجموعة من يخرج بها من النساء تتعرف عليهم وتخرج معهم على الشافعية يعني مذهب الشافعية طنش مك تعارف أيضا في كلمة أخرى غير طنشمك ما هي في التعارف كلمة تركية فقط تنشمك أم طن طن لكن تكتب بالتاء بالتاء ما نعرف تكتب بإيش يعني قرأت أنا في الكتاب قرأت تنشمك وسمعت الإخوة يقولون طنشمك هذا ما عندنا طاء عندنا حرف طاء تنش طنشمك طاء عندنا حرف بين التاء والطاء يعني لا هذا أصلا طاء لكن مفخمة عند إما تقول بالآ أو بالآ طاء طنشمك طنشمك مخرج التاء نفس الشيء لكن اللي بعده الألف ألف إما مفخمة أو مرققة علم التجويد التركي باب إن الله يؤيد هذا إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر لماذا جاء الإمام البخاري بهذه الترجمة أنه إذا كان القائد للجيش فاجرا فلا يعني أن نحن نخرج عن طاعته أو لا نأتمر بأمره لأنه كما ورد فجوره على نفسه فجوره ومعاصيه على نفسه نحن لنا ما يصلح أمر المسلمين وإن الله لا يريد هذا الدين بالرجل الفاجر فالرجل قد يكون فاجر ولكنه يحافظ على الإسلام ويحافظ على الدين ويرعى حقوق المسلمين وشعائر الإسلام هذا المطلوب ما دام مسلما يعني ما كافر لا الكافر لا يكون أميرا على المسلمين ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أما فاجر فاسق ممكن وما يذكر العلماء هذا البحث إلا ويذكرون الحجاج مباشرة يأتون إلى الحجاج يقول الحجاج كان أميرا وكان فاجرا وكان كذا وكم من الأمراء يعني هم أرذل وأشر من الحجاج من تأمروا على المسلمين ومع ذلك كانوا يلزمون طاعتهم ويلزمون أمرهم ولا يخرجون عليهم يعني نحن مصلحة متحققة فما نخرج عليهم نجعل الأمر فيه بلبلة أو نجد يكون هناك فتنة حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاوى حدثنا محمود بن غيان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني غزوة أو شهدنا القتال مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل ممن يدعي الإسلام يعني من هو مسلم يعني هذا من أهل النار قال فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام إنه من أهل النار والمسلمون وجدوا هذا الرجل يقاتل قتالا شديدا قال دخلت بعضهم ريبة هذا كيف يعني صار فيه شك يعني كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار فقيل يا رسول الله الذي قلت إنه من أهل النار فإنه قد قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار يا لطيف
فكاد بعض الناس أن يرتاب. يعني كيف هو إنسان أهل يعني القتال والجهاد واستشهد الشهيد ويكتب على الآن على لائحة قبره على الشاهد شهيد الشهيد فلان الفلاني. هذه كلمة خطيرة جدا جدا ما أحد يتنبه لها. ما قال هنيئا لك الجنة، قال من هذا من هذه المتألية على الله؟ ذاك إنسان لازم يعني ينبه أهله، ما تكتبوا على شهيدة القبر شيء، اكتبوا اسمي فقط، يعني اكتبوا اسمي وتاريخ هذا، أما تزكوني الله لا تزكوا أنفسكم. نحن عندنا هكذا مثلا عندما مثلا قتب كذا يكتبون الشهيد فلان الفلاني العالم العلامة المفضال الفهامة كذا الفلان، عندكم فقط يكتب الاسم. نحن يكتب الاسم ويكتب أيضا له ترجمة، ويمكن يضمنها الإمام ابن حجر في كتابه التراجم، ويكتب أيضا في اللوحة الأخرى آيات قرآنية أو أبيات من الشعر. يكتب عندنا جامعة مقبرة الشهداء لعل يكون فيهم بعضهم شهداء يعني. أما عندنا يعني كلمة الشهيد هذا معهودة، صارت الشهيد فلان الشهيد فلان، وخاصة الآن في هذه الحرب يعني هذه الفتنة التي صارت الآن، يعني كل من تجد مثلا من قتل بهذا يكتم الشهيد يعني. الله يتوفانا على أحسن حال. فبينما هم على ذلك إذ قيل له إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدا، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله، ثم أمر بلالا فنادى بالناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. لطيف عياذ بالله. باب من تأمر في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدو، يعني إمارته صحيحة. نحن الآن مثلا في قتال ومثلا الرئيس أمر فلان فلان قائد الجيش في أثناء القتال قتل، وما في إمكانية تواصل مثلا، ما في إمكانية رجوع إلى صاحب الأمر، ماذا نفعل؟ إذا قام واحد وأمر نفسه وقبل الناس إمرته خلاص فإمارته صحيحة، لأنه ما في إمكانية الآن رجوع إلى الأمر، وما في ولا يمكن ترك الجيش أو ترك الجماعة من غير قائد. فالآن في عندنا أمران، يعني عندنا مصلحة ومفسدة. مصلحة حفظ أمر المسلمين، مفسدة أنه افتئات على الإمام، لكن لا يمكن الوصول إلى الإمام، فلذلك كانت توليته صحيحة. وهذا ما أخبر به سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أقرها، وأقر بعد ذلك يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من تأمر من غير إمرة. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذ عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير إمرة، ففتح عليه وما يسرني أو قال ما يسرهم أنهم عندنا. الله. وقال وإن عينيه لتذرفان. سبحان الله، ما يسرهم أنهم عندنا، يعني سيدنا زيد سيدنا جعفر وسيدنا عبد الله ما يسرهم أنهم عندنا الآن، لما لاقوا من يعني فضل الله سبحانه وتعالى عليهم. يعني يبكي يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحزن، حزن عليهم على فراقهم، يعني ثلاث قواد من خيرة يعني من هم حول النبي صلى الله عليه وسلم، ما يحبهم النبي صلى الله عليه وسلم، زيد مولاه، سيدنا جعفر ابن عمه، سيدنا عبد الله بن رواحة
شاعر النبي صلى الله عليه وسلم يعني. هؤلاء يعني هم لهم يعني شأن، لذلك حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولاهم على هذا الجيش يعني. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حزن على فراقهم، ولكن قال يعني انهم لا يعني هم لا يعني يسرهم ان يهم عندنا او لم يقتلوا يعني لما لاقوا من فضل الله سبحانه وتعالى. اقصر الطرق. نعم اقصر الطرق واضمنها. اقول كنت يعني الله تعالى يقول يعني فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فمرتبة النبوة أغلقت بختم النبوة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. مرتبة الصديقية مرتبة عالية جدا طويل، أما الشهادة قريبة يعني، وهي أعلى من الصالحين. فإذا كان أيضا هو صالح وشهيد فقد حاز مرتبتين يعني. سبحان الله، الله يجعلنا إن شاء الله تعالى من أهل المراتب العالية. أخي هو فضل الله عز وجل، وفضل من الله سبحانه وتعالى لا شك ولا ريب. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إذا ربي عز وجل ما هو يعني في معونة منه في أي أمر، كان أمر دنيا وما آخرة، ما شو اجتهاد، العكس ينقلب عليه، تأتي ربما تأتي نية فاسدة تذهب كل هذا والعياذ بالله. حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الشهداء والعلماء والمتصدقين كيف أن أول من تسعر بهم النار من هذه الأصناف والعياذ بالله. رحمة ربك خير مما يجمعون. نعم يعني يجمع الناس من المال من الأعمال ها ورحمة ربك طبعا مما يجمعون. نعم نعم، إذا كان هناك عناية من الله سبحانه وتعالى لا يقول إنسان كيف هذا سبق، خلاص هذا عناية من الله عز وجل. قد يكون هناك من هو أشد منه اجتهادا، أكثر منه عقلا ذهنا عمل يعني، لكن إيه أدركته عناية الله تعالى فرفعته إلى هذا. لماذا هذا لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى؟ لكن ألا يعلم من خلق؟ الله يعلم خلقه ويعرف يعني ويعلم كيف المراتب لهم. باب العون بالمدد. نعم، إذا نحن يعني يعني كنا في قتال في كذا طلب منا مدد، نحن نرسل مدد، كما مثلا يعني فعل الصحابة رضي الله عنهم، كما أشهر شيء سيدنا أبو بكر كيف بعث مدد وقال لسيدنا خالد إذا انتهيت من العراق اذهب إلى الشام. هذا المدد المعونة يعني. باب العون بالمدد. حدثنا محمد بن مشان قال حدثنا ابن أبي عدي وسهل بن يوسف عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رعل وذكوان وعصي وبن لحيان فزعموا أنهم قد أسلموا واستمدوه على قومهم فأمدهم. بمجرد الإسلام صار لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وعلينا نصرتهم وعلينا عونهم. فأمدهم النبي صلى الله عليه وسلم ب70 من الأنصار. قال أنس كنا نسميهم القراء. الدرس الماضي مرت معنا مثلا القراء، من هم القراء؟ عندما تحدثنا عن الإمامة في اليوم السبت، وكان القراء هم الفقهاء العلماء، وليس قراء فقط يعني مثل القارئ عندنا الآن بمفهومنا. القارئ هو من يقرأ القرآن يعني بنغمة المغنين، يحطبون بالنهار ويصلون بالليل. سبحان الله، هذا صفة القارئ، قارئ القرآن. الله يجعلنا منهم إن شاء الله تعالى. يعني يعملون بالنهار ولا يمنعهم عملهم بالنهار أن لهم نصيبا من الليل. فانطلقوا بهم حتى بلغوا بئر معونة، غدروا بهم وقتلوهم. فقنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وبني لحيان. قال قتادة وحدثنا أنس أنهم قرأوا بهم قرآنا. الله، يعني نزل في حقهم قرآن في هؤلاء الذين قتلوا.
لأنهم 70 ما نجى منهم أحد. قال وأنهم قرأوا بهم قرآنا ألا بلغوا عنا قومنا بأن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، ثم رفع بعد ذلك، يعني نسخ. ما شاء الله ما أجمل هذا، هذا يعني جاء بحديث 3 وجاء بحديث 70. سيدنا الإمام البخاري يعني جاء وراء بعضهما، يعني هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يسرهم أنهم عندنا، وهنا ألا بلغوا عنا قومنا أن بأن لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، اللهم ارضى عنا وارضينا يا رب العالمين. الله. باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم 3. باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم 3. العرصة، ما معنى العرصة؟ نحن عندنا العرصة كلمة سيئة. يعني إنسان الرذيل السافل يقول له عرصة. لكن العرصة في اللغة العربية هذا في العامية يعني، أما العرصة بمعنى المكان الفسيح أو الساحة أو هذا يسمى عرصة. عرصة الدار ساحتها. باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم 3. لماذا؟ يعني لماذا يقيم؟ هنا سيأتي بعد حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم، هذا كان محمد بن عبد الرحيم يلقب بصاعقة. لماذا؟ لأنه كان حفظه قوي، شدة حفظه كالصاعقة. كيف الصاعقة سريعة؟ هو سريع الحفظ يعني. قال حدثنا روح بن عبادة، هذا ابن نسي، قال حدثنا سعيد. نحن تركنا الرجال، كنا نذكر في شيء عن الرجال لكن نعم. حدثنا سعيد هذا ابن عبد العزيز عن قتادة بن دعام السدوسي قال ذكر أن أنس بن مالك عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه عنهما، عن أبي طلحة رضي الله عنهما يعني عن أنس وعن أبي طلحة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال. تابعه معاذ وعبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الذي أكلوا في بيت وأطفأوا النور هم أبو طلحة. هو يعني. نعم نعم. اللهم صل على سيدنا النبي وعلى آله وصحبه وسلم. لماذا أقام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان غزا قوم أو ظهر على قوم أقام بعرصتهم 3 ليال؟ حتى لا يطمئن مثلا إذا هم يمكن يخرجوا بعد ذلك أو نعم نعم. هذا أحد المعاني، أنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يريهم قوته، قوة المسلمين، وأنه إن كان لكم قوة تعالوا ارجعوا إلينا، يعني نحن ما فقط غلبناكم ونحن نريد أن نرجع، لا نحن ما يزال بنا قوة، وإن كان عندكم قوة أخرجوا قوتكم. أو حتى يطمئن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد انتهى أمر هؤلاء وأنه لن يعود لهم قوة على الإغارة على المسلمين أو الاعتداء عليهم. بعض العلماء يقول إنما النبي صلى الله عليه وسلم أقام ليريح الظهر والنفس، يعني يريح الإبل والخيل وكذا، لأن كان في قتال وفي جهد وفي سفر، ويمكن أن يكون كل هذه المعاني أجل الراحة، لكن هذه كله بشرط ماذا؟ أن يأمن قائد الجيش على المسلمين، يعرف أنه هو في أمان، ما يقيم وهو في خطر على المسلمين، قد هو يخشى أو لا يعرف الديار، لا يعرف البلاد، ما يقيم كيف يقيم؟ يقيم ضعهم في تهلكة. هم رغبوا إلى الله ولقي
ربنا فرضيان لقوا ربهم لقوا ربهم مثلا يقول bir kahraman takım ve de Yahya çavuştular. Tam 3 ayla burada gönülden vuruştular. Düşman tümen sanırdı bu şahane elleri. Allah'a arz ettiler, akşama kavuştular. يقول كانوا يعني مجموعه من العسكريين ويحيى çavuş. Hı hı. في رئاسة يحيى çavuş. وقاتلوا هنا مع ثلاث مجموعات من العدو هنا مدة سنتين. نعم قاتلوا هنا لثلاث مجموعة من العدو هؤلاء رغم أنهم كانوا قليلين كان العدو يظنهم جيشا كبيرا الله أكبر فأرادوا الله تعالى ولقوا مساءهم الله سبحان الله مثلا أطلق هنا ثم يسرع وأطلق هنا يظن عدو سبحان الله هم مختبئون وراء هكذا ما شاء الله رضي الله عنهم ثلاثة آلاف يعني العدو هم كانوا 76 سبحان الله سبحان الله قتلوا جميعا هؤلاء نعم إن شاء الله يكونوا مثل القراء إن شاء الله 70 يعني يتمش الله سبحان الله في الخندق كانوا في خندق نفق يعني هذا حفرة يعني ساتر يعني ساتر وعادة يكون من التراب فوق الأرض أما خندق تحت كنا في الجيش نفعل هذا يعني كان يعني نجلس في الحفر أو في الخنادق يكذبون علينا عندما كان يقولون أتى الطائرات اليهود اختبئوا وكذابون هم اليهود وهم أشر منهم حماس قال نحن أعطينا العرب درسا مو وقف الحرب بين أهل غزة وبين اليهود يعني قال نحن نقول إنه العرب انظروا كيف يكون القتال كيف يكون الجهاد في سبيل الله يعني اليوم العرب يتغيظون من حماس يعني قوادهم يعني يقولوا نحن لابد أن ننهي هذه الجماعة كيف كذا ظلبت اليهود كيف قاتلت اليهود هؤلاء أبناء عمنا إخواننا الله يطهر البلاد المسلمين من أرجاس هؤلاء الكفرة الذين يعني حكموا بلاد الإسلام أمس كنا نقرأ في السيرة هناك ذكر حديث المهاجرون قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن الأنصار هم يساعدوننا ويعملون الذي عنده المال يعطي والذي عنده إلا قليل يعطي من القليل وهم يأخذون الأجر كله يعني نحن ماذا نفعل قال النبي إذا أنتم يعني أذكر اللفظ إذا أنتم يعني تشجعونهم على هذا وترضون بما يعملون فتأخذون نفس الأجر الله سبحانه الآن يعني مثلا الحماس بعض الناس يقول يعني ما أجمل هؤلاء يعني يعملوا هكذا وهناك من يعني بالعكس يكون في الأجر يعني هذا حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما حديث البخاري مر معنا أيضا وإنما الناس أربعة نفر وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأول قال ورجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقي به ربه ويصل به رحمه ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا
فيقول لو أن لي من المال مثل فلان لعملت به مثله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأجر سواء بالنية يعني. طبعا قلوبنا والله معهم، ولكن نسأل الله أن يجعل لنا أيضا عملا، يعني نيتنا إن شاء الله كنيتهم، يعني قلوبنا معهم ودعاؤنا لهم، ولكن نسأل الله أيضا يتوج هذا بعمل إن شاء الله تعالى في خدمة دين الله عز وجل، الجهاد في سبيله ثم الشهادة في سبيل الله تعالى خالصة لوجهه الكريم. نعم، الحمد لله، الحمد لله. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. إذا من فرح بنصر هؤلاء المسلمين هو من المؤمنين، يعني فعلا الإنسان عندما يرى نصر المسلم يفرح المسلم، أما المنافق والعياذ بالله وكذا هذا يحزن يعني يغتم. وهذه الشعارات التي أطلقت يقولون نحن خلاص، نحن الآن هدفنا القدس، هدفنا إلى الأقصى. من حماس يقول أحمد هدفنا الآن خلاص انتهينا هذه القصة، نقاتل اليهود هنا كذا، لا الآن سنذهب إلى الأقصى مباشرة، يعني سنذهب إلى القدس، محرر القدس، وإن شاء الله تكون باتت يعني نهاية اليهود وشيكة إن شاء الله تعالى. وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يهيئ لنا قواد المسلمين يمشون على طريق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعل الله يجعل الله لنا نصيبا. الحمد لله مبارك والله هذا الرجل، يعني أنا أحبه كثيرا يعني سبحان الله. وإن شاء الله تعالى الله يعني يجعل لي هنا لتركيا أيضا نصيب كبير إن شاء الله تعالى. أنا كنت في فلسطين، واحد هناك يقول أنا أظن وأشعر أن هذا الرجل ما يحب اليهود ويكرهه. أحمد داود أغلو. سبحان الله. أنا يعني من يعني عندما ترى هذا الرجل يعني ترى عليه سيم الصلاح، يعني أردوغان هو رجل يعني تشعر أنه رجل مؤمن وكذا، ولكن عندما أنت ترى أحمد داود أغلو يعني كلاهما، لكن أنت تشعر شيء في أحمد داود أغلو أكثر من أردوغان يعني، لكن هذا عند الله، نحن ما ليس لنا شغل في هذا يعني. دعوا من أمريكا يأتي إلينا نعطيك دكتور، ولا يسأل إلى صالح رجل صالح ولا يسأل يقول لا يسأل أحمد داود، ثم يدعونا من ماليزيا جامعة الإسلام يسأل يستشير رجل صالح وقال اذهب، ذهب 5 سنوات. ها أوكي. يعني هو استشارتي مع الصالح، يعني قال هكذا نفسه يعني استشارت مع رجل صالح، ولكن لم يسمي اسمه من هو يعني. ثم تفكرت كيف بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حيرة، صعدت ليلا إلى الصباح على حدته الله تفكر في حيرة يوما، وفر من جنود إسرائيل إلى جبل زيتون. ها ليلة هنا. الله أكبر. وطول سيناء إذن بقي هنا. ها كأن نك تكلم ناس. نعم. هذه بشرى إن شاء الله تعالى، بشرى إن شاء الله. إن شاء الله الله ينصر المسلمين بهؤلاء الرجال إن شاء الله تعالى. الآن هو سيتغير طبعا الحال في تركيا، أليس كذلك؟ يعني حال النظام مثلا الرئاسة سيكون لها صلاحيات أكبر، سيكون هناك أشياء يعني تتغير إن شاء الله تعالى قليلا قليلا يعني إن شاء الله طبعا. طيب أردوغان سيستخدم صلاحيته أكثر من ما استخدمه أردوغان، الله قولها يعني سيتفقان ويكون قوة أكثر إن شاء الله يا رب، الله يؤيدهم. الله يتدخل صلاحيات ممكن يتدخل أردوغان في صلاحية داود. نعم. داود أغلو البارحة يخطب كأنه يتكلم في منصة الجامعة. يعني هو كان يلقي محاضرة وليس يلقي خطابا. نعم. باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره.
وقال رافع كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصبنا غنما وإبلا فعاد العشرة من الغنم ببعير. لماذا هذا الباب؟ يرى الإمام البخاري كمذهب الجمهور أن الغنيمة تقسم سواء كانت في دار الحرب ما سواء كنا ما نزال في دار الحرب أو كنا في دار الإسلام، لأن الغنيمة تحاز إلى المسلمين بمجرد تملكها وحيازتها سواء خرجناها من دار الحرب أو ما تزال في دار الحرب. وذهب الحنفية إلى أنها لا تملك حتى تخرج إلى دار الإسلام، لأن دار الحرب ليست حرزا وليس مكان تحرز فيه أموال المسلمين. فلذلك قال الحنفية لا تقسم الغنائم حتى تنقل إلى دار الإسلام. الجمهور قالوا تقسم أينما شاء الإمام، ويمكن أن يكون هذا مفوض إلى رأي الإمام. يعني الحنفية يرون أنه يعني لأنه ما دام في دار الحرب إذا لما زال لأهل الحرب سلطة على هذا المال، فكيف نقسمه نحن؟ حتى نحن نتملكه تماما لابد أن نجعله في دار الإسلام. حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة أن أسن أخبره قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين. يعني ما نقلها، يعني هناك حنين وقسم بهذا المكان. الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله. باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم، ما الحكم؟ أنا عندي مال، جاء المشركون غنموا هذا المال، أخذوا هذا المال، تمام؟ ثم بعد ذلك نحن قاتلنا المشركين ووجدت مالي نفسه بعينه قد حازه المسلمون، هل هذا المال لي أو ليس لي؟ تمام؟ ما هو الحكم في المسألة؟ ماذا الإمام البخاري ماذا فعل؟ عندما يكون الخلاف قوي في المسألة والإمام البخاري هو ما جزم بشيء من هذا يطلق الترجمة ولا يحكم فيها بحكم. لذلك ماذا قال؟ باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم. أول شيء نبدأ بمذهب الحنفية. الحنفية يقولون إذا وجد المسلم ماله في دار الحرب وكان مثلا إما غنمه المشركون أو كان عبدا فأبق عبدا وذهب، فعندنا قولين، قول الإمام وقول الصاحبين. فأما قول الإمام ففرق الإمام بين العبد وبين بقية الأموال، فرق بين العبد وبين بقية الأموال فقال أما العبد فهو له مطلقا، العبد عبده ولا يعني سواء كان قبل القسم بعد القسم هو له. والصاحبين قالوا العبد وغيره سواء. إذا ظفر المسلم بماله الذي غنمه المشركون وكان هذا المال عبدا أو غيره وكان قبل القسمة فهو له، وإذا كان بعد القسمة فلا يأخذه إلا يدفع قيمته. وبعض العلماء يقولون لا هو له، هو له سواء كان قبل القسمة أو بعد القسمة، ولكن مذهب الجمهور هذا أنه فرق ما قبل القسمة وما بعد. أكثر العلماء يعني بعض العلماء يقول هو له مطلقا. سبحان الله، مسائل دقيقة جدا يعني، ويعني في باب الغنائم ونحن بعيدين عنها أصلا، يعني ما نتكلم فيها يعني. يعني نحن لو حمينا أنفسنا ماشي الحال. ممكن يعني ولو أشياء بسيطة. الآن لا يوجد حرب أصلا، لا يوجد جهاد يعني. الآن مثلا ممكن في فلسطين مثلا حصل مثلا على بنادق على كذا، أو عنده عسكري مثلا كان أشياء
هذا ما اسمه؟ هذا اسمه سلب. الذي قتل قتيلا فله سلبه. هل هو هذا حكم عام؟ كذا سيأتي معنا إن شاء الله باب السلب. هذا إن شاء الله في الأسبوع القادم نتكلم عن الخمس والغنائم، تأتي هذه المسألة حكم السلب. قال ابن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أنه قال ذهب فرس له، يعني فرس بن عمر، فأخذه العدو فظهر عليه المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبق عبد له فلحق بالرومي فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحنفية يتأولونه على أن هذا كان قبل القسمة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر أبق فلحق بالروم فظهر عليه خالد بن الوليد فرده على عبد الله، وأن فرس بن عمر عار بمعنى هرب يعني وندى، فلحق بالروم فظهر عليه فردوه على عبد الله. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان على فرس يوم لقي المسلمون وأمير المسلمين يومئذ خالد بن الوليد بعث أبو بكر فأخذه العدو، فلما هزم العدو رد خالد فرسه. فهذا في خلاف، يعني لذلك ما البخاري يعني مسألة أنه هل هذا العبد، المهم في شيء ند لابن عمر. الرواية الأخيرة مخالفة للرواية الأولى. الرواية الأولى أنه الذي رده خالد هو العبد، هنا في الرواية الثانية أنه فرس. ما في مشكلة، فرس عبد هو شيء واحد يعني، إلا على مسألة إمام مذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، هو فرق بين الفرس وبين العبد. العبد عند الإمام أبو حنيفة مطلقا، سواء كان بعد القسم بعد قبل القسم هو يرد عليه. لماذا يعني لماذا الإمام أبو حنيفة فرق بين العبد وبين غيره، مع أنه كلاهما مال؟ العبد مال وغيره الفرس وغيره من الأموال مال أيضا، فما الفرق؟ قال لأن اليد لم تثبت على العبد وصار يده بأمر نفسه، فالعدو ما يتسلطون عليه، هو مسلم وليس للمشركين يد عليه، أما بقية الأموال هو يتملكونها. فهكذا يعني نظر الإمام حنيف رحمه الله تعالى. باب من تكلم بالفارسية والرطانة وقوله تعالى واختلاف ألسنتكم وألوانكم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. ما هي الرطانة؟ كلام غير العربي، كلام العجم يعني، يسمى رطانة يعني. ما حكمه؟ جائز. وقوله تعالى واختلاف ألسنتكم وألوانكم هي آية من آيات الله، لذلك الهزء باللغات هذا يعني كان هزء بآية من آيات الله، ما ينبغي الإنسان يهزأ بلغة، هذا هو آية من آيات الله سبحانه وتعالى، فكيف أنت تهزأ بلغة ما؟ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، كأن الإمام البخاري يشير أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم كل الألسنة، يعني قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى العالمين. هكذا قال صلى الله عليه وسلم بير نمرة أول شيء تركيا. قلت يقول يعني رضي الله عنه دائما يبقى في المسجد
يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم فرد صالح يقول يا بوت كيف يتكلم رسول الله التركي قلت يعلم كل اللبد يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا الإمام البخاري يشير إلى هذا يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم اللغات صلى الله عليه وسلم سبحان الله عندما كنا في الشام كنت أقول اللهم لا تخرجنا إلى أحب البلاد إليك فأخرجنا إلى تركيا يعني. هذا بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله هذه يعني بشارة عظيمة والله يعني اسطنبول الله بير نمر انتم الاول في العالم اليوم كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان قال أخبرنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير فتعال أنت ونفر فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع لكم سؤرا فحي هلا بكم شيخ محمد ماذا عندك سورا أم سؤرا هذا الصواب الله أعلم لأن السؤر هو البقية أما السور هي بلغة الفارسية أو اللغة الحبشية معنى طعاما طعاما للدعوة وهذا مناسبة الترجمة للباب يعني هو تكلم بالفارسية أو بغير العربية يعني. ولماذا جاء الإمام البخاري بهذا الباب أول جاء الإمام البخاري بهذا الباب لأمرين الأمر الأول أن الإمام إذا لم يكن يعلم لغة القوم ينبغي له أن يتخذ مترجما يترجم له الأقوام الآخرين إن لم يكن يعلم هو والأمر الثاني أراد أن يرد على الأحاديث التي وردت في تعلم لغات غير العربية وفي ذمها إلى أنها ضعيفة لا تقوم أمام هذه الأحاديث يعني هناك أحاديث تذم غير العربية وتذم تعلم غير اللغة العربية ونحو ذلك فلذلك أراد الإمام البخاري الرد على هذه الأحاديث بأنها ضعيفة فقد صنع عليكم سورة فقد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بغير العربية هذه الكلمة ليست عربية ضعيف لكن هذا يؤيد يعني انه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكان يستخدم بعض اللغه بعض الكلمات التي ليست عربيه يعني ربما يعني هذا لا يقدح في هذا يعني في انه النبي صلى الله عليه وسلم عربي وافصح من تكلم لغات ما شاء الله سبحان الله الولد عندما يكون صغيرا إذا أهله يهتمون به بمسألة اللغات يتكلم سبع لغات بسهولة يعني إذا مثلا يأخذ إلى هنا مثلا يبعثه إلى هنا كذا يتعلم بسهولة يعني أربع خمس أشهر ست أشهر يكون يتكلم مثل أهل اللغة يعني إذا يكون صغيرا يعني حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله عن خالد بن سعيد عن أبيه عن أم خالد بنت خالد بن سعيد أنها قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة سنة قال عبد الله يا بالحبشية حسنة
قال فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي، يعني بمعنى نهاني، يعني زجرني أن يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها، النبي أولى بالمؤمنين أنفسهم، صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلي وأخلفي، أبلي ثم أبلي وأخلفي ثم أبلي وأخلفي. قال عندي أنا بالفاء، ممكن أخلق لي نفس الشيء، سنأتي نتكلم عن هذا. قال عبد الله: فبقيت حتى ذكر. أول شيء حتى ذكر، نعم حتى ذكر، لا سنأتي عليها. في رواية ذكن، في رواية ذكن، نعم. الآن إنه هذه الفتاة الصغيرة التي كانت مع أبيها أم خالد، عندما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى عليه هذا الصوب الأصفر، كأنه استحسنها النبي صلى الله عليه وسلم حق سنة يعني، جميلة أنت يعني حلوة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها فقال: أبلي وأخلفي، أبلي وأخلفي، أبلي وأخلفي. ما معنى أبلي وأخلفي؟ يعني ليبلى ثوبك وتبدلين غيره، ليبلى هذا الثوب وتبدلين غيره. نحن عندنا في العامية يقولون هذا، قول تهري وتلبس، تهري وتلبس، يعني معنى إن شاء الله تعالى يهترئ هذا الثوب وتلبس ثوبا غيره، دعاء بطول العمر يعني. ما دام أنت اهترأ هذا الثوب ولبست غيره، أنت ما زال لك حياة يعني. يعني أنت ابلي تبلين هذا الثوب وتستخلفين غيره، أو أبلي وأخلقي، يعني ليبل هذا الثوب ويصير خلقا وتستجدين غيره، يعني تلبسين ثوبا جديدا غيره. فهذا كان دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فبقيت حتى ذكر. ماذا ذكر؟ هون في شيء محذوف، قال حتى ذكر الراوي لها عمرا طويلا، يعني هي عمرت، يعني عاشت عمرا طويلا. هذا مشهور أن أم خالد رضي الله تعالى عنها بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عمرت، عاشت عمرا مديدا. نعم هذا، يعني هي عاشت أمدا طويلا. اللهم في شيء محذوف يعني. بعض العلماء يقول سنة أنها يعني ليست عجمية، يقول إنها هي أصلا حسنة يعني وحذفت الحاء. قال لك هذا بعيد، لأنه إذا العرب تحذف الآخر لا تحذف الأول، لا تحذف الأول إلا لعلة يعني. أم خالد من مهاجري حبشة، أبوها يعني، أبوها نعم، لذلك أنا خاطبه بهذه، هذا مناسبة جيدة يعني، وهذا يؤيد أنها أنا بالحبشية يعني. قال حتى ذكر، في رواية حتى ذكر على صيغة المجهول، والضمير فيه يرجع إلى القميص، ويروى على صيغة بناء الفاعل حتى ذكر، والضمير للقميص أيضا حتى ذكر دهرا. وقال الكرماني ويكون الضمير للراوي ونحوه، حتى ذكر الراوي ما نسي طول مدته، ويروى حتى ذكرت بلفظ البناء المعلوم أي حتى بقيت حتى ذكرت دهرا طويلة. وفي بعض بلغة المجهولة حتى صارت مذكورة عند الناس لخروج عن العادة. وفي رواية حتى دكنة، وهي من الدكنة، وهي غبرة
من طول ما لبس فاسود لونه. يعني إذا الكلام بغير العربية ليس فيه شيء. حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر سيدنا زيد أن يتعلم لغة اليهود. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الحسن بن علي رضي الله عنهما أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالفارسية كخ كخ أو كخ كخ، أما تعرف أن لا نأكل الصدقة؟ كخ معنى أترك، يعني اتركها يعني. ونحن ما نزال نستخدم هذه الكلمة يعني أبي ومن قبله، يعني هذا جيلنا نحن ما عاد نستخدم هذا كخ. ولو كخ تستخدمون كخ خخ أو كخ كخة منقول. هذه كلمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نحن نتبع السنة. باب الغلول. ما هو الغلول؟ هي السرقة من الغنيمة. ويقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: والغلول اسم يشمل كل ما سرق من مال بيت المسلمين غنيمة كان أو غيره، لأن كل ما يتعلق فيه حق المسلمين فهو بمعنى الغلول. كل ما يتعلق به حق المسلمين فهو بمعنى الغلول. فالذي يسرق أموال الدولة أو أموال العامة فهذا غال. أموال الوقف هي حق المسلمين، أي شيء في حق للمسلمين جميعا. يعني مهما كان أنت أخذت من يعني من الأموال، إذا كان من شخص غير ما إذا تأخذ من أموال الدولة. يعني بعض الناس يتأول يقول لنا نصيب، لنا حق في الدولة كذا، لا يتكلم إنسان مثل هذا الكلام. يعني عندنا موقف بين يدي الله عز وجل ما يخلصنا يوم القيامة. إذا بررت لنفسك في الدنيا وأمام الناس، ما الذي ستخرج به نفسك يوم القيامة أمام الله عز وجل؟ نعم. وقول الله تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل. هنا في تفسير حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الآية: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وما في يوم القيامة عندنا في نسختنا، في هذه النسخة في يوم القيامة عندكم؟ لا، يوم القيامة موجود يعني. نعم. خلب يوم القيامة غير مخلوق. هو اسم للمدة، وتلك مدة لم يأتي أوانها بعد. لكن هذا بالنسبة لنا نحن البشر، أما بالنسبة لله فليس عند الله زمن، الغائب والحاضر شيء واحد بالنسبة لله تعالى. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين. نعم. زبر 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 زب لا معنى ها قد يكون دبرت معناه ثم أخرجوها إلى لغة.
يعني زبرة، زبرة تفيد الزجر، فزبره معنى زجره يعني. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن أبي حيان قال حدثني أبو زرعة قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، يعني عظم شأنه وحرمته وإثمه، وعظم أيضا أمره في يعني ما يكون له عقاب وعذاب يوم القيامة. قال لا ألفين أحدكم يوم القيامة، في رواية لا ألفين، لا كلها بمعنى واحد يعني لا أجدن أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لا ألفين، لا ألفين شاة، شاة ما عندك أستاذ محمد؟ شاة ما هيك؟ شاة على رقبته شاة، على رقبته شاة، تمام. لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، على رقبته فرس له حمحمة، يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، وعلى رقبته بعير له رغاء، يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. يعني بعض الناس الآن خطر ببالي هذا، يا رسول الله أغثني، ومع ذلك ما النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له هذه كلمة ليست جيدة، فالذي مثلا يقول يا رسول الله أغثني ما في مشكلة، يعني أغثني بشفاعتك، يعني أغثني بحقك عند الله، أين المشكلة؟ يعني هذا في الحديث، يعني يا رسول أغثني أنقذني. تمام، يقول استغاثة بغير الله لا تجوز، حرام، كفر، شرك، ردة. والله يعني الله بلانا بهؤلاء، لكن هكذا الدنيا ابتلاء. طبعا قولا واحدا ولا شك في ذلك، ومن يخرج عن هذا السرب يجعلونه في السرب، يخرج عن هذا المنهج يجعلونه في السرب، في تحت في السجن. لذلك الآن مثلا يتبرؤوا من هذا، يتبرؤوا، يسجنون هذا من الذين كانوا هم على أساس يلهجون بذكرهم ويسبحون بحمدهم، لكن بعد ذلك هذا وجد أنه قرأ وتعلم وكذا، مستحيل، هذا مو صحيح، مو هيك، ما هكذا الأمر. يتكلم بغير ذلك هم يعزلونه ويسجنونه وكذا، لماذا؟ هو خرج عن ما عن إرادتهم، عن أمرهم. تقصدون الدعاة مثلا؟ الدعاة؟ نعم. إذا سمعت بعض الدعاة مثلا سجنوا في السعودية؟ طبعا لا، لأن خرجوا عن خطهم، خرجوا عن، نحن لا يريدون هذا. لكن إن شاء الله نهايتهم، إن شاء الله تكون نهايتهم هذا يعني بهذه الآونة، يعني يخلص الله المسلمين منهم. يعني هذه ثغاء، حمحمة، رغاء، هذه كلها يعني أسماء أصوات، صوت الشاة ثغاء، صوت الفرس حمحمة، حمحمة ما حم، عندنا حمحم وعندنا صهيل. صهيل هو الصوت المرتفع، الحمحمة هكذا يعني هكذا، هي حمحمة هذه. وعلى رقبته صامت، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. صامت يعني ذهب وفضة، يعني أو كل ما لا يعني ليس فيه روح. نقول عندنا صامت وعندنا مال، مالين يعني، إما حيوان أو صامت. صامت يعني ذهب وفضة، على الغالب يطلق على الذهب والفضة صامت، لا يتكلم يعني. أو على رقبته رقاع تخفق، يعني قطعة قماش، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وقال أيوب عن أبي حيان فرس له
حمحمة. نعم. إذن يعني الذي يغل يأتي بما غل. كيف يأتي بما غل؟ يأتي بحقيقته، يحمله فضيحة له والعياذ بالله. وهذا ماذا يسمى في العامية؟ يسمى تجريس، جرسه، وهو لغة فصيحة يعني، لغة صحيحة يعني، تجريس. تجريس عند الدولة بتتعاقب إنسان مثلا بشيء، إذا كان سرق من أموال الدولة تخرجه أمام الناس وهو يحمل هذا الشيء، إنه هذا سرق هذا الشيء، سراق أو كذا أو غاش، يجرسونها عقوبة أيضا تعزيرية يعني. فالله يسترنا في الدنيا والآخرة. هؤلاء يفضحون، ومن هنا سميت يوم القيامة يوم الفضيحة، يوم تبلى السرائر، هذه الأشياء التي كانت سرا وكانت خفية تظهر يوم القيامة. يعني لا أملك لك شيئا من المغفرة، أنا ما أستطيع أن أغفر لك، لكن يمكن أن أدخل تحت شفاعة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن طبعا، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم له الشفاعة بإذن الله عز وجل وبأمره. هذا عجبني، أغثني يا رسول الله، أغثني، ما قال شرك. باب القليل من الغلول، يعني حكم القليل من الغلول كحكم الكثير، كحكم الكثير. من يأتي ومن يغلل يأتي بما غل، وما للعموم تشمل القليل والكثير. ولم يذكر عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق متاعه، وهذا صح. شو معنى هذا الكلام؟ فيه يشير إمام البخاري إلى رواية أنه حل أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق متاع الغال الذي غل، أحرقه يعني. ألك هذا أصح، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حرقه يعني، لأنه هذا يجب أن يوضع في الغنيمة، لأنها في حق المسلمين، فإذا حرقه ليس عقوبة للغال، إنما هذا تفويت لحق المسلمين. وقيل إن هذا صحيح، وكان ذلك في وقت كان فيه التعزير بالمال، ثم لما نسخ التعزير بإتلاف المال هذا انتهى الحكم فيه يعني. طبعا عندنا نحن التعزير بأخذ المال نسخ، أما التعزير بإتلاف المال ما يزال حكمه مستمرا. هل يعني لا يمكن للإمام أن يعزر أحدا بأخذ المال، أم يمكن أن يعزره بإتلافه؟ ممكن. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن عمرو أنه قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة، ثقل، ما الثقل؟ يعني على متاع النبي صلى الله عليه وسلم، على متاعه أو على عياله، يعني على من هم يعني تابعين للنبي صلى الله عليه وسلم من أهله أو حوائجه وأمتعته. فكان هو هذا الرجل على الثقل فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار والعياذ بالله، فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. قال أبو عبد الله قال ابن سلام كركرة، يعني بفتح الكاف وهو مضبوط كذا، هكذا كركرة، في كركرة، كركرة أو كركرة، ألك هو بفتح الكاف كركرة. على كل حال واضح المسألة يعني. باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم، لأن احنا الغنيمة هي للمسلمين كلهم، فما يذبح شيء من المغانم قبل أن تقسم، يعني في حق المسلمين. طيب ما إذا ذبح شيء من ذلك هل يتلف أم لا؟ قال لا يتلف، إنما
يرجع إلى الغنيمة ثم يقسم وما يضع يقع في قسمة أحد يأخذونه. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوعا وأصبنا إبلا وغنما وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس فعجلوا فنصبوا القدور فأمر بالقدور فأكفئت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير في القوم خيل يسير فطلبوه فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله فقال هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا. فقال جدي إنا نرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب؟ فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا فكل ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. هذا الحديث فيه أشياء يعني ستأتي معنا إن شاء الله تعالى، لكن أنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لهذه البهائم أو هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش. ما معنى أوابد؟ نفور يعني، لأن يعني الله سبحانه وتعالى جعل لنا في كل شيء آية وفي كل شيء له آية. هذه الغنم، هذا البقر، الإبل، لولا أن الله سخرها لنا لكانت كبقيتها من الحيوانات التي هي لها نفور ولا ليس لها أنس بالناس ولها ربما إذاء أيضا للبشر. يعني الإبل، الناقة إذا هي تهوج وإذا هي تخرج عن طبعها وخلقها هي تقتل الإنسان، لكن الله سخرها لنا فلها نفور كنفور الوحش، فإذا نفرت منا وما استطعنا إدراكها فصار حكمها حكم ماذا؟ حكم الصيد الوحشي. فحكم الصيد ما هو؟ أن نعقره في أي مكان استطعنا، فإذا مات فيكون حلالا كالصيد. الصيد الآن أنا هل يشترط تذكيته؟ إذا اصطدت صيد هل يشترط أن أذكي الصيد؟ أذبحه؟ لا، ما دام أنا صدته ومات من صيدي فما يشترط أن أذكيه من هنا، يكون زكاته جرحه. باب البشارة في الفتوح، يعني إذا صار الفتح الله يفتح لنا إن شاء الله تعالى فيبشر باستعجال الأمر. يعني يا ما شاء الله صار 12 وهذا وزيادة وصلنا عند البشارة. طيب عندكم شيء أنتم بعد الظهر؟ عندكم شيء؟ بعد الظهر؟ إيه؟ خلاص نقف هنا إذن، لأن نحن تأخرنا حتى بدأنا وتأخرنا حتى قرأنا. طيب يا الدرس القادم إن شاء الله تعالى نبكر قليلا، يعني التاسعة ونصف منيح هيك مثلا، تاسعة تاسعة ونصف نبدأ نرجع إلى عادتنا بعد طول انقطاع. دكتور مراد والشيخ محمد أيضا مر معكم من مسألة، أنا مر معي من زمن أنه مسألة حج النافلة يقول الحج عن الغير أفضل من حج النافلة، وذكرنا هذا مرة. نعم حج عن الغير أفضل من حج النافلة، لكن أنا قلت البارح للشيخ عدنان كنا نتناقش في المسألة، قلت أستاذي كيف هذا؟ قلت أنا أحج عن الغير بماله وبدني، أحج عن نفسي بمال وبدن. قال ذاك فريضة وهذا نافلة. قلت لماذا يعني هذا؟ هكذا قال فقهاؤنا، كيف تقول أنت؟ قلت أنا أقول لك، أنا أناقشك يعني، أنا أعرف قول هذا قول فقهاؤنا يعني، لكن أنا أناقشك المسألة يعني. قلت آخر شيء هو حج عن الغير يعني ليس عني يعني. يعني أيهم أفضل؟ أيه أفضل؟ نعم حج النافلة أفضل؟ لا، قالوا أنا الذي أذكره قالوا حج عن الغير أفضل من حج النافلة.
قال لماذا؟ لأنه حج عن الغير، أنت تحج فريضة. قال لي أنا يعني أسعى لك أن يعني بحج بدل، يعني أيضا هو اللي لوحدي الشيخ يقول يعني أنا أسعى لك بأن أؤمن لك حج بدل، يعني حج عن الغير يعني. قلت أستاذي والله أنا أنوي هكذا. قال لماذا؟ قلت أفضل. هو فغضب، هو كيف تقول أفضل هكذا؟ قال فقهاؤنا. نعم نعم، الشيخ والشيخان سرى ببعضهما. نعم استفدنا عن جانب من جانبه. كان حديث عن علامات الساعة. نعم. قال بل صرح أئمتنا حج النفل أفضل من الصدقة، ولا يخفى أنه إذا نذر الحج فإنه يصير فرضا أيضا. جميل هذا، إذا إنسان ينذر الحج يصير فرض، حج فرض يكون أولى من النافلة. إذا إنسان ينذر الحج ويذهب ويحج. إذا لم يستطع. وفي الخلاصة وما في الخلاصة ومن فروع ما في الخلاصة، رجل قال لله علي 100 حجة لزمته كلها. وجدت طريقة في الإنسان في عندما يخرج إلى الطائرة ينذر ويحرم، يقول إذا أنزل إلى مكة. لا، هو نذر، عندنا نذر نذرين، نذر مكروه ونذر مندوب. النذر المكروه هو النذر المعلق، النذر المندوب هو المطلق، وهم الذين مدحهم الله تعالى.